الإنسان في خلف الإمام في القنوت، انتبهوا كلكم، يقول في القنوت: اللهم اهدنا في من هديت، تقول ماذا؟ آمين. وعافنا في من عافيت، تقول آمين. طيب إذا قال: فإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ماذا تقول؟ الأشبه أن السنة السكوت، أنك تسكت، لكن إذا قلت سبحان الله هذا جائز، لكن لا يجوز أن تقول آمين. لماذا؟ لأن معنى آمين اللهم استجب، اللهم استجب، كأنك تدعو لله بأن لا يذل من والى ولا يعز من عاد، يعني هذا وصفه، هذا وصفه. ولذلك فهم العلم مهم، فهم العلم مهم.